دار قالوا لي يا اما تحبسي يا اما تكملي وما تقرايش لي كومونتير انستغرام. 20 سنه مازالهم يتهجموا على لي انستغرامر اي لي انستغرامر. ما خرجتش انا جيت قلت لهم عندي صوت واو، ما خرجتش جيت قلت انا فنانه مغنيه ولا انا ام كلثوم وانا واو. حطت لها نهائيا، قاعده نحضر لي فيلم قصير والفيلم القصير تاجل شوي، فانا قلت قبل ما ندير الفيلم القصير خليني ندير اغنيه ولما لا. فتواصلت مع المختصين اللي خدمت معهم في الاغنيه، قالوا لي اوكي عطوني اغاني دي ماكيت، اخترت الاغنيه ومشيت غنيت وجات هك من دون ولا تخطيط. الوغ واش كان رايك سمعتي لا بروميير فوا واحد الفرصه؟ ما اخترتهاش من الاول ودرت عليها بزاف تعديلات ما كانتش كيما هكا، زدت لها شويه طابع تاع الرقص وكلشي ما كانش فيها رقص، انا نبغي نرقص. مع البروجي هذا تاع فرصه لا شونسون تو مشات ثاني بانت لي استراتيجي ولا جو سي با نحيتي لي فوتو تاعك وي استراتيجي ماركتينغ؟ اسكو سيتي اون استراتيجي وجدتيها خممتي لها كومون سا سي باسي هذه؟ يس كانت استراتيجي ماركتينغ، كيفاش باش نسوق للكليب تاعي ولا الاغنيه تاعي كيفاش يقدروا يسمعوا بها ناس اكثر. وهاد لي استراتيجي معروفين حاليا عادو كيديروا لي لونسمون، كاين دي استراتيجي ماركتينغ. ما تقدرش تجي تلونسي اغنيه ولا تلونسي ان برودوي هكاك وخلاص ما حيش يسمعوا بها. فخممنا وجاتني هذه الطريقه، حطيتها بعد حطيت حب فالسو وجو بونس كو زعفوا باسكو استناو انه راح تخرج شي فضيحه ولا حياه شخصيه، خاصه كي عاد العنوان حب فالسو. انا سوقت العنوان الاغنيه بهذيك الطريقه، كنت كي نحيت لي فوتو تاعي نحيتهم بالثلاثه الاربعه حطيت العنوان سي بريفي بالخميس تخرج الاغنيه، ومن بعد احتراما للحرائق والناس اللي ماتوا واش صرا فانا اخرت. هذيك هي الحاجه اللي خلاتني انا نغيب بزاف ويبقاو هما يتسائلوا. انا كنت راه نهار حب فالسو نحط الاغنيه كان على بالهم ديجا لا فامي تاعك بلي هذه استراتيجي. نو هذه استراتيجي نو دوك نحكي لك واش صرا لي. كي صحيت الانستغرام كنت قاعده في الصاله معايا ماسا راني نحي ارشيفي. من بعد تو دانكو جاني ابل، كنت نحكي ابل الخدمه نحكي ابل فيديو، تعيط لي ماسا غيتعيط قاعده نقول هادو عجب يعيطوا لي كوبيو عليا ما تزيدوش تعيطوا لي. اوبي سوني التليفون تاع اختي الاخرى كي سوني قالت لها اسمعي الانستغرام تاعنا لا افهمو تبيراتها تلمو على بالهم شحال انا قاطعش الانستغرامي. قالت لها دوك نلبس قشي نخرج نبعث لها ميساج نقول لها انستغرام كو تبيراتها. فبعد رحت نجي قلت نو 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 انا اللي نحيت انستغرامي فوالا فوالا فوالا. نسيت نقول لك واحد نسيت ما قلت لهمش، ما قريتش بزاف لي كومونتير ولكن قريت لي كومونتير، تعرضت لحمله هجوم قريتهم كلهم. قريتي كاع ليكم شفت كل شيء، شفت لي بوست بوكو بلوس، كاين دي بوست اللي تعرضت فيهم للهجوم كاين دي بوست اللي عجبهم اي جو ريسبكت سا. الوغ اسكو ديجا انت لا ناتور تاعك تريبوندي لي كومونتير ولا ما تريبونديش؟ نيفر جامي نريبوندي ميم من قبل في لي فيديو تاعك اذا زعما يقول لك واحد ما عجبنيش الستيل تاع الهيومور تاعك ولا ما تريبونديش جامي. انا اصلا كنت قلت لك من قبل نشفى مليح معاك في جو غاديو، قلت لك النهار اللي بديت انا في الدومين تاع السوشيال ميديا اول اسبوع ليا كنت تعرضت لي كومونتير وكانت حاجه جديده ليا ما كنتش نعرفها، بديت ديلي ديبرسيون. في الدار قالوا لي يا اما تحبسي يا اما تكملي وما تقرايش لي كومونتير. فانا من هذيك كملت ما عادش نحب نقرا لي كومونتير وما يهمونيش اصلا لي كومونتير. الكومونتير انه يكون بناء ويعطي لي نقد بناء اكيد ندي بعين الاعتبار، كومونتير سيء اوكي. اسكو كاين دي كومونتير اللي قاسوك؟ نو با دو تو والو. بالنسبه للفنانين كاين فنانين تهجموا عليا ومنهم فنانه قالت الفو اغيتي، فنانه صاعده قالت الفو اغيتي هاد لي انستغرامز مازال عنده انستغرام 20 سنه مازالهم يتهجموا على لي انستغرامر اي لي انستغرامز، وقالت انا فنانه مغنيه ما درتش كليب. نجاوبها على هاد الحاجه، ما نجاوبش انا مش طبيعتي نجاوب على لي كومونتير، ولكن الا حبت هي دير كليب ولا انا مثلا انا حبيت ندير كليب، كليبي بحر مالي ولا 100 فرنك سبونسوريزي ولا 100 فرنك عطاها لي شي واحد، انا انفستيت على روحي حبيت نطور روحي حلمت في حاجه وحبيت نجربها وماشي عيب اني نجرب. ما خرجتش انا جيت قلت لهم عندي صوت واو، ما خرجتش جيت قلت انا فنانه مغنيه ولا انا ام كلثوم وانا واو، ما جيتش قلت غنيتي راهي نمبر 1 ولا كنت انا اول وحده اللي مشيت من كوميديا ولا من تمثيل للغناء سواء في الجزائر ولا في العالم العربي ولا في العالم ككل. حبيت نجرب هزيت دراهمي ورحت جربت، ويمكن بانت لهم انه سبونسور اللي دار لي ولا كان عندي سبونسور يدعم بما انه ظهر منتوج في الكليب تاعي. هذاك درت ان جيست كوميرسيال لهذيك الشركه لانهم مي توب بارتنير. مالغري كو عندي نقائص في الصوت نعاود ونقول صوتي ما راهوش واو صوتي عادي جدا،
ولكن شافوا هذاك الحلم اللي فيا، هذاك الشغف اللي فيا، هذيك المثابره اللي درتها ونوت ومشيت ودرت كليب ودرت اغنيه، وقالوا لي فيليسيتاسيون برافو فيير دو توا. اسكو من بعد كي تبليت قلتي اه جوري دو بالك نبدل هذه الحاجه ولا هذه الحاجه؟ نو عجبتني كما هي، عجبتني الحان باسكو بدلنا لها شحال من خطره ماشي مره واحده برك، عجبوني الكلمات وخيرتها على حساب تواضع صوتي باسكو عطوني اغاني واحده اخرى، عطوني اغاني طربية ما نقدرش صوتي ما يقدرش مانيش شيرين يا اهل. كانوا كاينين اغنيات كومبليكي وي، واللي انا صوتي ما يقدرهمش، وكل فنان حتى كان فنانين عظيمين بدون ما نسمي اسمائهم يخرجوا يديروا نشاز في اللايف تاعهم يقولوا نا هذه طبقه عاليه علينا وهذه طبقه ما نقدروا لهاش. اسكو ديجا كي حتحبس نبداو ديجا بلا كوميدي؟ اوكي دوك حتخليها مستحيل. مستحيل نخلي لا كوميدي باسكو هذيك تمشي في دمي وانا قاعده نضحك وانا قاعده ندير لي بلاك، هذيك حاجه اللي انا تعرفت بها وهذيك الحاجه اللي يعرفوني بها الناس، فمستحيل نخلي الحاجه اللي هي لاباس تاعي ونروح لحاجه واحده اخرى. مش بمعنى اني درت اغنيه مشيت شفت بزاف مؤثرين في العالم العربي داروا اغاني وبقاو يديروا لي فيديو تاعهم عادي، فانا نفس الشيء. موسيقى اسكو حتزيدي اغنيه واحده اخرى؟ حب حقيقي بالك حب با واي نوت ولي ملا. اسكو كي زعما تروح زعما كيما حب فالص ولا تفاري تبدلي حاجه واحده اخرى؟ اكيد الا جربت نفاري ما نبقاش توجور في لو ميم ستيل. لو كان يعيطوا لك بوغ العراس ولا زعما حفلات اسكو تاكسبتي؟ اه سا ديبون. اسكو كي حتولي تحبي الديامون اكثر من الذهب؟ اكثر انا نبغي الفضه، نبغي الفالصو نحاس على شي الفضه نحي البونتاف. العراس نو سي با مون دومين سي با مون تروك ابدا نو. خوشان ما حيكون فيلم قصير مش كوميدي، فكره جديده اول مره نقولها كوب فيديو راديو بصح نحضرهم بقى فيلم قصير فكره جديده.